يا حسرة. الدنيا كاملة راهي ما ترقد، كي الطلبة كي شوبن كي الغزايزين، الدنيا كل كامل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأخلاص يطلبوه له ربي، اللي يصلي اللي واقف اللي قاعد كل يطلبوا له ربي. ان شاء الله ربي ينصرك. امين. عم ابراهيم وعم الطيب، لو كان نقولكم بلي فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه راه يشوف فيكم الان، واش تنجموا تقولوا له كلمه في الكاميرا؟ ازف اليه اجمل التحيه من ولايه تبسة ومن كل سكان ولايه تبسة، وازف اليه التحيه من كل الفنانين واعمق الفنانين، ونتمنى له الخير ان شاء الله والمزيد باذن الله. الفنانين طمعين فيه ربي، طمعين فيه الرئيس. حاج ابراهيم كي الكبار كي الصغار. حاج ابراهيم راح تغني، يعطينا حاجة. عم ابراهيم راح يهز، راح يفكرها بحاجة. هاي زفلو قسمت له ودروا كله، نقول له راك ناجح بقدرة ربي ان شاء الله، راك راك ناجح 100%. الله ان شاء الله، ان شاء الله ورانا ندعو له راه ناجح، ما يخاف لا الموت، راه ناجح ان شاء الله، خاطر يستاهله كاع الناس تبسة وكاع الشاوية راه ان شاء الله، كل الناس كلها فرحت له. نشكروا لالا بادي، لالا بادي على الحضور تاعها من ولاية تمرس الى ولاية العاصمة، راه المسافة طويلة الحمد لله. شكرا الجرف، شكرا في قد الجرف، وراح الحاج ابراهيم عمي الطيب اللي راح نشوفوهم بعد حين في البلاطو مع الفرقة كاملة ان شاء الله. هذه سيربريز لينا اللي راهي حاضرة في الكواليس ان شاء الله، وراح تسمعوا كاع الناس وتسمعوا خاصة رئيس الجمهورية اللي راح يسمعكم وين يحب الازرق مقروني يحب ان شاء الله. نقول لكم احنا اليوم راهي زرقاء علينا وعليكم كما راهي زرقاء في الوي ان شاء الله. شكرا لكم على الحضور وعلى الشهادات. الله الله نشكروه، الله يشفي عليه. وتحياتنا تبقى دائما للشاوية من البداية حتى النهاية، كما نقول بالفرنسي سونز اكسبسيون، كما تحبونا احنا نحبكم، ورانا كاع خاوة، ورانا كاع يد واحدة ان شاء الله، ورانا كاع جزائريين وكاع عندنا نكوة خضراء. الله اكبر. نشكر ثاني الناس الجنوب، ناس تمن راس، ناس تمن راس كاع الجنوب، كاع الصحراء من من بوابتها الى اخر رملة حتى نحن ولاية تمن راس رانا نشكروكم. مرحبا بكم معنا. والله لا مرحبا بكم في بلادنا. بارك الله فيك. هلا لا مرحبا بكم. هلا ربي يخليك. بارك الله فيك على الضيوف اللي جيتوهم هنا. اللي معشنا جو يعني ما يتنساش. ضيوفنا الكرام مشاهدينا الاعزاء نقول لكم بارك الله فيكم على الحضور تاعكم. راح اخليكم مع فرقة الجرف من مدينة الشريعة ولاية تبسة، وان شاء الله راح نتعاودوا نتلاقوا مع فنانين اخرين ان شاء الله، ونعاودوا نشوفكم في احلى حلة، ونقول لكم سلام عليكم. Thank you.